سيدنا السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في عقار جديد، عقار جد رائع ومتميز والموقع استراتيجي إن شاء الله. غادي نشارككم معكم خطة حبابنا جميع التفاصيل اللي يمكن لكم تبغيو تعرفوا على هذا العقار، غتلقاوها بطبيعة الحال في هذا الفيديو هذا. وكذلك اللي بغى يدير شي سيارة مباشرة مرحبا به. خطنا حبابنا اليوم راه جبنا لكم واحد العقار هائل والموقع ديالو جد جد متميز، الموقع ديالو قريب من المرافق كاملة اللي يمكن لنا نحتاجوها في الحياة اليومية ديالنا. خطنا حبابنا اليوم راه جبنا لكم ديبليكس، شي حاجة اللي روعة، كأنك ساكن مستقل. غنبداو معكم ان شاء الله من المدخل الرئيسي ديال هذا العقار هذا الجميل والمتميز اللي كيتواجد في مدينه التماره، المدينه المحبوبه والمدينه الرائعه، شارع محمد الخامس، اللي من المرجح ان شاء الله ان تراموي غيدوز من جنب هذا الشارع هذا. هذه الشقه هذه جات ما بين شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، رائعه ومتميزه. الصالونات عندنا في الطابق الارضي وعندنا لي شومبر ديال النعاس في الطابق الاول. ديبليكس متميز ورائع، المساحه ديالو 115 متر، جوج ديال الصالونات، ثلاثه ديال لي شومبر، كويزين وجوج الحمامات. خوتنا حبابنا كيف ما قلنا لكم المدخل الرئيسي عندنا هو هذا، ونشارك معكم حتى الاجزاء المشتركه من هذه العماره هذه اللي جاوا بهذه الكيفيه هذه الرائعه والمتميزه. كيف ما كتشوفوا معنا خوتنا حبابنا الدروج راه كله عندنا طالع بالرخام، كذلك عندنا الكارد كور بينوكس، وهذا راه اللي كنتواجدوا فيه راه هو الطابق الارضي، هذا هو المدخل الرئيسي. كيف ما كتشاهدوا معنا الطابق الارضي راه عنده ما عرفتش 8 ولا 10 ديال الدرجات، عاد كنوصلوا للطابق الارضي عندنا هذه الباستا، وعندنا الحيط نص بالباستا ونص بالكريفي. هانتوما شوفوا معنا المدخل، هذا هو المدخل الرئيسي ديال العقار. عندنا جوج ديال لابارتمون في الايطاج، عندنا بطبيعه الحال سطح ملكيه مشتركه، وعندنا هاد البناتي الشقه المبهجه والرائعه والمتميزه اللي على اليسار ديالنا كنلقاو عندنا هاد السجول هذا المبهج، الصباغه ديال الخيال راه كتعم الشقه كامله. هذا كيف ما قلنا خوتنا حبابنا كيف ما شرنا لكم انه السجول اللي عندنا في هذا العقار، مقابل معنا جوج ديال الصالونات. وكيف ما لاحظتوا معنا في البلافور عندنا اختلاف ديال الصالون بلدي مع الصالون الرومي، يمكن لنا يكون هنا واحد الصالون بلدي وكذلك هنا واحد الصالون رومي. العماره راه اير بليس 2، حتى العدد ديال الساكنه راه قليل. الدروج ديال الديبليكس ديالنا راه مضالي بطبيعه الحال، انتوما حتى الكارد كور ديالو راه بلينوكس. وكيف ما قلت لكم الشقه راه كتعمها الصباغه ديال الخيال. هذا الحمام ديال ليزانفيتي هو هذا، جاب هذه الكيفيه هذه بالفاسك موبلي بالمرايا، كذلك عندنا الجليج طالع عندنا حتى البلافو، عندنا جاج ديال ترامبي، عندنا طواليط عزكم الله، داكشي رقيق وداكشي متول وداكشي زويون، وكذلك الكويزين عندنا هنا. والمساله المهمه اللي عندنا في هذا لابارتمون هذا ولا في هذا الدوبليكس هذا هو انه عنده الممر خاص به اللي كيخرجنا لبرا، يعني عنده باب اخر مؤدي للباركينغ، يعني ممكن لنا نوضعوا السياره ديالنا في الباركينغ وندخلوا السلعه ديالنا، لا هازين شي بوطو ولا هازين شي تقول ولا هازين شي خضره ولا ديسير، ممكن ندخلوا للكويزين مباشره بلا ما ندخلوا يعني من الباب الرئيسي ديال الشقه وندخلوا مثلا للصالونات. يمكن لنا مثلا كيكونوا عندنا الضياف يمكن نوضعوا السياره ديالنا في الامام ديال هذه العماره هذه وكندخلوا مباشره للمطبخ. هذا هو الطابق الارضي اللي شاركناه معكم كيف ما كتشوفوا معنا، داكشي رائع ومتول. الموقع مدينه التماره، السونتر ديال مدينه التماره، المركز ديال مدينه التماره، شارع محمد الخامس. هذا العماره هذه جات ما بين شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، ما كتبعد شيء الا حوالي واحد 3 ديال الدقائق ولا 4 ديال الدقائق على رجلينا لاكار ديال مدينه التماره. نطلعوا للطابق الاول وكيف ما كتشاهدوا معنا الكارد كور بليروكس، الدروج راه طالع عندنا بالرخام. ونطلعوا لي شومبر ديال النعاس اللي كيف ما قلنا ثلاثه ديال لي شومبر ديال النعاس، وعندنا غرفه النوم الرئيسيه اللي جات بالحمام ديالها فو باركي في الارضيه. هذه لا شومبر الاولى جات بهذه الكيفيه هذه، الواجهه قبليه ديال لابارتمون، الواجهه قبليه يعني راه مشمشه صباح ومساء. العكارات هما هادو، جاو بهذه الكيفيه هذه الجميله. واللي بغى يدير شي زياره مرحبا به والف مرحبا بقناه التلفازه بطبيعه الحال، باش ما نبقاو نحفروا على هذا صافي الامور للشقق ولا هاد الغرف كلهم عندهم البانو التلفازه ديالهم. الكارد كور هو كيف ما كتشاهدوا معنا في بينوكس، ارضيه راه بالفو باركينغ، يعني الشقه متوله دقيقيه، ما يمكن لك تضيف حتى اضافه وصفه نهائيه. اخي وعزيزي المشاهد والمشاهده، راه عندنا الحمام ديال الوليدات، وعندنا الحمام في غرفه النوم الرئيسيه، وكذلك عندنا البالكو. هانتوما هذه غرفه ثانيه، البلاكار ديالها حتى هي
المليح والجوده والتميز. بالنسبه للثمن خوتنا احبابنا ديال هذا العقار هذا اللي كيتواجد في قلب مدينه تمارا، كيتواجد هذا العقار هذا في قلب مدينه تمارا، المساحه ديالو 115 متر دوبليكس، جوج ديال لي زابارتمون في هذا الايطاج هذا. الموقع كيفما قلنا مدينه تمارا، قلب ديال مدينه تمارا، السونتر ديال مدينه تمارا، جات ما بين شارع الحسن الثاني شارع محمد الخامس. الثمن 132 مليون وقابل للتفاوض، 132 مليون وقابل للتفاوض بعض الشيء. هذا الثمن هذا، هذا دورة المياه والحمام الخاص بالوليدات، هذا حتى هو جا بالمراية ديالو بالفاسك موبلي، جا هو جا بالطوال تاع السكن. كذلك جا الدوش ديالنا وجا بالجاج كيفما كتشاهدو معنا اللي كيفرق ما بين الطواليت والحمام. وكذلك عندنا غرفة النوم الرئيسية اللي جات حتى هي بهذه الكيفية هذه الجميلة. هذه هي غرفة النوم الرئيسية اللي جات بالبلاكار، على الشومبر كامل عندهم البلاكار ديالهم. عمارة اير بليس دو، موقع جد جميل ومتميز، والثمن ان شاء الله راه الثمن راه رائع خوتنا احبابنا مقارنه مع هذا الموقع. هذا الثمن هذا راه مزيان مقارنه مع هذا الموقع هذا اللي قريب لنا المرافق كامله. كيف ما قلت لكم راه القلب ديال مدينه تمارا، يعني جا في الوسط ديال مدينه تمارا، قريب لك جميع المرافق اللي يمكن تحتاجها. بطبيعه الحال قريب لنا لاكار، قريب لنا الطوبيسات، ما نحتاجوش المواصلات وداك الشيء، المدارس ما نحتاجوش شيء، اننا نهضروا عليهم لان هذا الموقع هذا كيف ما قلت لكم قريب للمرافق كامله وجا في اهم شارعين اللي كاينين من اهم الشوارع اللي كاينه في مدينه تمارا، اللي هو شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني. وشارع محمد الخامس راه مرجح انه غادوز منه الترامواي المؤدي لمدينه تمارا وكذلك المؤدي لمدينه الرباط. خوتنا احبابنا هذا هو الفوقي ديال الدوبليكس اللي جاب هذه الكيفيه هذه الجميله والمتميزه. وما بقى لنا ندعوكم، على امل نلقى بكم خوتنا احبابنا في اقرب الفرص والاجال. اللي عنده اي عقار بغى يبيعه عن طريقنا يتصل بنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه، حنا نسوقوه ليه ونبيعوه ليه ان شاء الله في اقرب الفرص، ونبيعوه ليه بسرعه ان شاء الله الرحمن الرحيم بحكم العلاقات ديالنا الطيبه مع الناس. الناس الحمد لله كيتيقوا فينا، والناس الحمد لله رب العالمين كيتواصلوا معنا من انحاء العالم، وهذا ان دل على شيء انه كيدل على مصداقيه القناه ديالنا ومصداقيه وكالتكم العقاريه وسط خليفه. وهذا راه كيفرحنا وكيجعلنا اننا نبدلوا المزيد والمزيد ان شاء الله. الله يحفظكم ويجزيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.